في إطار الحرص على التخفيف عن أولياء الأمور عبر توفير كافة احتياجات الطلاب المدرسية في مكان واحد شامل وجامع، تتواصل فعاليات معرض أهل المدارس لتقديم خدماته للمواطنين، ويأتي تحت شعار افرح وفرح ولادك. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معرض أهل المدارس مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، تحياتي لك. طبعا نحن على أبواب الموسم الدراسي ودخول المدارس، ويعني احتياجات الأسر المصرية تزداد في هذا الوقت لتوفير احتياجات المدارس للطلاب. كيف توفر هذه المعارض أو هذه السلسلة من معرض أهل المدارس احتياجات الأسر المصرية من مستلزمات الدراسة؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل معرض أهل المدارس الآن يستقبل المواطنين منذ تم افتتاحه من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وخصوصا كما ذكرتم بالفعل هو الموسم قبل دخول المدارس مباشرة، وهي الفترة الأكثر احتياجا للأسر المصرية وللمواطنين بشكل عام لشراء المستلزمات الدراسية والأدوات المدرسية، سواء تبدأ بالأقلام والكراسات والألوان، وأيضا بالطبع الشنط المدرسية والملابس المدرسية بشكل عام، وحتى الأحذية. كل متواجد داخل هذا المعرض، هذا المعرض الذي يستمر حتى 9 أغسطس. اليوم هو يوم الجمعة، وهو يوم بالطبع عطلة رسمية لجميع المواطنين، لذلك هناك إقبال شديد جدا على المعرض. اليوم يفتح أبوابه من 11 صباحا وحتى 10 مساء، وصلنا تقريبا بعد صلاة الظهر، وبالفعل كان هناك إقبال شديد وكبير جدا من الأسر والأطفال والشباب بشكل عام، كل يأتي لشراء مستلزماته الخاصة، حتى أن هناك أيضا جزء خاص بالتكنولوجيا والأدوات المدرسية، سواء خاصة اللابتوب أو الكمبيوتر المحمول وغيره من بالطبع الأدوات الوارد استخدامها في المدارس، خصوصا في ظل التحول بشكل عام لاستخدام الآيباد وغيرها من الأدوات، لا تعتمد فقط على الكراسات والألوان والملابس، ولكن أيضا هناك الجزء التكنولوجي داخل هذا المعرض. ولكن أيضا يعني المعرض يضم جزء هام جدا، هو جزء الخاص بالصناعة المصرية وتوطين الصناعة المصرية. هناك شارة أو إشارات متواجدة، وهي بكل فخر صنع في مصر، متواجدة حول أرجاء المعرض بشكل عام، لذلك جميع المستلزمات والمنتجات متواجدة هنا، سواء كانت مصرية الصنع أو حتى منتجات مستوردة بشكل عام. وكان هناك تأكيد على أهمية جودة هذه المنتجات محلية الصنع، وهناك أيضا إشادة من المواطنين بشكل عام لوجود كل هذه المستلزمات في مكان واحد، وهو الأهم بالنسبة لهم، لأنه يوفر عليهم مشقة البحث في أماكن مختلفة بشكل عام. ليس هذا فقط ما يوفره عليهم المعرض، ولكن أيضا يوفر عليهم تكلفة مادية بشكل عام، حيث أن التخفيضات تبدأ هنا من 30% وصولا إلى 50% على جميع الأشياء، سواء كانت المستلزمات الأساسية من أقلام وكراسات وألوان وغيرها، ولكن أيضا هناك الشنط المدرسية، وهناك أيضا الملابس بشكل عام، هناك تخفيضات كبيرة جدا جدا متواجدة هنا، وإقبال كثيف بشكل عام. أيضا يستمر هذا المعرض كما ذكرنا حتى 9 أغسطس أو 9 من سبتمبر الشهر الحالي. ولكن ما يميز هذا المعرض أيضا هو الفرصة لذوي الهمم لعرض منتجاتهم، والفرصة لشباب الخريجين أيضا لعرض منتجاتهم المختلفة بشكل عام. أين يقع المعرض كريم؟ المعرض متواجد هنا في مدينة نصر في أرض المعارض. يشارك في المعرض ما يقرب من أو بالتحديد 200 مشارك بشكل عام، سواء كانت شركات مصرية أو حتى شركات أجنبية يشاركون في المعرض لعرض المنتجات. وأيضا دعيني أضيف أيضا أن بجانب هذه الشركات الخاصة بالمستلزمات الدراسية والأدوات المدرسية والملابس، هناك أيضا شركات خاصة بالأغذية، والتي أيضا متواجدة هنا لعرض منتجات متنوعة وبأسعار أيضا مخفضة. الميزة هنا في هذا المكان كما ذكرت مع لقائي مع المواطنين بشكل عام خلال يوم الافتتاح واليوم، هو توافر جميع المنتجات في مكان واحد، وهو ما ييسر عليهم بشكل عام المشقة في البحث عن جميع. هي ميزة مهمة للمواطنين. إذن المعرض مستمر حتى 9 من سبتمبر في أرض المعارض في مدينة نصر، معرض أهلا مدارس. جزيل الشكر لمراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس.